كيفنا تلاقينا مكالمه هاتفيه في سنتر دافيل 3303 تاع سوناغاز pour une intervention. عندنا لو كليون il a demandé la vérification de l'installation intérieure. بعد تلقيها طلبا لمراجعه تركيب انابيب الغاز من احد الزبائن، وجهت السيده معوش تعليمات لاعوانها قبل النزول الى الميدان. رافقنا أعوان المصلحة التقنية لشركة سون الغاز بالدار البيضاء خلال خرجتهم. سون الغاز راهي دارت حملة أنها تفيريفي لي زانستالاسيون انتيريور وكاع لي زاباغاي اللي يمشيو بالغاز غراتويتمون، دونك أشاك فوا رانا نتلقاو مكالمات هاتفية ورانا نفيريفيو، رانا نتنقلوا للزبون ونفيريفيو لهم لي زانستالاسيون انتيريور. بعد وصولنا إلى بيت مراد، شرع أعوان سون الغاز في مهمتهم ليتفاجأوا خلال العملية بانعدام معايير السلامة المعمول بها، والتهوية أبرز الغائبين. كان عندي توسويس في الانستالاسيون انتيريور، عيط ل 3303، الحمد لله جاو فيريفياو لي، الحمد لله كي عيط لهم ديكوفراو لي كيما يقولوا دي ريزيرف هنا. اليوم تنقلنا عند الزبون هذا بعد ما دار ريكلاماسيون بور فيريفيكاسيون لانستالاسيون انتيريور. كي وصلنا لعندو صبنا تروا زانومالي. الحاجة الأولى سي بيان التهوية، الحاجة الدوزيام سي بيان خادم البلومبي خادم المواد غير مطابقة للمعايير تاع سون الغاز. الحاجة التروازيام عندنا الفليكسيبل تاع لايراسيون. دوك حنا هذا الزبون اليوم نغلقوا له الغاز حتى يعاود. يجيب بلومبي كاليفي جميع بلاصه يدوس فيها الغاز لازم تكون ايراسيون موتيف. العملية هذه لا تتم فقط بطلب الزبائن عبر الخط الأخضر، بل تكون بطريقة تلقائية خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها سون الغاز لتركيب الأجهزة الكاشفة للحد من حوادث القاتل الصامت. في إطار حملة تركيب كشوفات أحادي أكسيد الكربون، غاز أحادي أكسيد الكربون، شركة سون الغاز راهي تقوم بمراقبة كاع التجهيزات الداخلية للمنازل، يعني ميم لو كان زبون ما راهوش يعيط لنا بور لا فيريفيكاسيون، حنا رانا أوتوماتيكمون نفيريفيو لانستالاسيون انتيريور. رغم الحملات التحسيسية التي قد تنقذ حياة المواطنين، الاستهتار بإجراءات الوقاية يتواصل. والحصيلة المرعبة التي تسجلها مصالح الحماية المدنية خير دليل على ذلك.